اخباركم جدعان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. حلقه النهارده الحلقه الثالثه في سلسله تعليم برياده الشغل. هتعلم في حلقه النهارده ازاي نعمل سلكت على جزء معين في الصوره لو الجزء ده مش عاجبنا. يعني حد مننا صور صوره ورفعها في الصوره، في زباله، في حاجه مش عايزين نشيلها، هتعلم ازاي نشيلها. ده الجزء. الجزء الثاني هتعلم لو في صوره مثلا لحيوان معين في الصوره وعايز اغير من وضعه، هتعلم ازاي نعمل سلكت على الحيوان وازاي نخفيه من الصوره الاصليه وازاي نغير وضعه. يلا بينا على الفيديو، يا رب الكل يستفيد منه. فيديو النهارده بسيط جدا وسهل، هيحتاج منك ورقه وقلم عشان تكتب معايا خطوات الفيديو، وكوبايه قهوه عشان تركز. فيديو النهارده هتعلم ازاي نعمل سلكت على شكل الزرافه دي وهنحركها وهنخفيها من الصوره. هتعلم مع بعض خطوات واحده واحده. رقم واحد، هعمل سلكت على شكل الزرافه اللي انا هحركها من الصوره. مفيش مانع وانا شغال برضو اخر جزء بالزرع. دلوقتي انا خدت سلكت من شكل الزرافة اللي انا هشتغل عليها. رقم اتنين، هاخد نسخة من شكل الزرافة دي، كنترول جي، خدت النسخة اهي. هخفي دلوقتي شكل الزرافة من الصورة الاصلية، هدوس كنترول وكليك على النسخة واقف على اللير الخاص بالزرافة، والطريقة اللي انا اخفي بها الحاجة هدوس شيفت اف 5، تظهر معايا لوحة زي دي، اختار اوكي. اختفت معايا شكل الزرافة وده الشكل النهائي. بس هلاقي في مشكلة هنا، الأشكال دي لما حرك الزرافة من رقبتها طالعة للجزء ده اللي داخلة هنا أو قريبة من الشجرة اللي قصادنا، هلاقي الجزء ده شكله مش لطيف. يبقى كده كان المفروض مني اللي أنا أوسع السلكت بخمس درجات ست درجات. هنتعلم ازاي يعني ايه أصلا توسيع السلكت. توسيع السلكت معناه اللي أنا أوسع السلكت اللي أنا واخده من هنا عشان يضم الأجزاء دي، عشان يضم الاجزاء دي اللي هي الشعر اللي في رقبه الزرافه وهكذا. دلوقتي هرجع خطوه من الاكشن اللي انا لسه واخده، واقف على اللاير الخاص بالصوره عشان اوسع فيها السلكت، هدوس سلكت وموديفاي اكسبن واخلي الدرجه بدل ما هي 5 مثلا اخليها 8 وادوس اوكي. يبقى انا كده كبرت السلكت معايا لتمن درجات حوالين الزرافه كلها. دلوقتي هنخفي الزرافة، هنشوف فرق النتيجة من دي والأولانية. شيفت اف 5 ودوس اوكي. شايفين الفرق؟ طبعا الفرق 180 درجة ما بين دي والأولانية. يبقى كده الصورة كأنها ما كانش فيها أصلا زرافة ولا كان فيها أي حاجة. هظهر دلوقتي الزرافة اللي هي في اللير 1 عشان أحركها. هعمل عليها سيلكت عن طريق كنترول وكليك على اللير. بعد كده هروح على حاجه اسمها ايديت، ومن ايديت هختار حاجه اسمها بابيت وارب. الشكل اتغير معايا للشكل ده او شكل الزرافه، ازوم عليها شويه. معنى كلمه ايديت وارب اللي انا هعمل كباسين او حاجه زي العمود الفقري للجزء اللي قصادي. الجزء اللي قصادي الفوتوشوب هحوله لي زي الصلصال وانا احركه زي ما انا عايز. نفس هنا كليك، هعمل هنا كبسونه وهنا واحده وهنا واحده، عملت ثلاثه. انا عايز اقرب الشكل الزرافه دي للشجره اللي قصادنا هنا دي، هروح عند اول واحده وادوس عليها كليك واحركها عادي، وبعد كده اظبط باقي اجزاء الزرافه بحيث يكون شكلها متناسق. ارجعها كده شويه، ادوس انتر واشوف النتيجه. طبعا النتيجه باين اكنها حقيقيه ومش ظاهره فوتوشوب ولا اي حاجه. هنراجع دلوقتي خطوات الفيديو عشان نكتبها واحدة واحدة. رقم واحد، عملت سيلكت على الزرافة بقى اسمها كويك سيلكشن. بعد ما عملت السيلكت الجزء اللي انا عايزه، خدت نسخة عن طريق كنترول جي. بعد كده وسعت السيلكت اللي انا عملته عن طريق قائمة سيلكت، بعد كده موديفاي، بعد كده اكسبين، بعد كده دوست شيفت اف 5 عشان يظهر ليا لوحة زي دي، وادوس اوكي عشان شكل الزرافة يختفي. بعد كده بقف على اللير اللي انا خدت نسخة في الاول خالص واعمل عليه سيلكت عن طريق كنترول وكليك على اللير، تعمل لي سيلكت. بعد كده اروح عند قائمة ايديت واختار بابيت وارب، هيظهر معايا الشكل ده، اغير فيه زي ما انا عايز. وبكده اكون خلصت حلقة النهاردة، يا رب تكونوا كل استفاد منها. هتلاقي لينك الصورة اللي انا استخدمتها في الفيديو تحت في الديسكريبشن، متنساش تعمل لي فولو على انستا لو احتجت اي حاجة او اي سؤال. سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. السلام عليكم.